هذا اقتراح برغبة، أشوف أنه أرى أنه اقتراح مستحق، ويجب أنه يبدأ فيه حتى لو لم يصوت عليه في مجلس الأمة. وأنا أهيب بالأخوة في ديوان الخدمة ومجلس الخدمة المدنية، الأخ الوزير براك الشيطان، أنه ينتبه لهذا الموضوع المهم اللي يعمل فيه منذ سنوات وهو غير دستوري، وهو الجمع بين الوظيفة والدراسة للموظفين، خاصة منهم في داخل الكويت. فهذا يجب أن لا يطلب منهم التفرغ الدراسي. هذا المقترح يسمح بالجمع بين الوظيفة والدراسة داخل الكويت، لأن لا معنى لموضوع التفرغ الدراسي، خاصة أن الدراسة تكون بعد الوظيفة. الجامعات يدرسون فيها العصر وظائف الصبح، وممكن أن يوفق بين عمله بين الوظيفة وبين الدراسة، فلا معنى لطلب التفرغ. بل للأسف أن هناك من لا يسمح له والآخر يسمح له عن طريق الاستثناءات من بعض الوزارات وبعض الوزراء. فالعدالة والمساواة أن تكون تشمل جميع المواطنين، بأنه يسمح لهم، بالعكس مما يفيد البلاد، أنك تجعل هناك حرص وتشجيع على التعليم وإكمال الدراسة لا التضييق. فجاء هذا الاقتراح السماح للموظفين العاملين ومن في حكمهم والعاملين، السماح للموظفين العاميين ومن في حكمهم والعاملين بالقطاع الخاص بالالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية والخاصة داخل البلاد، وذلك خارج ساعات عملهم الرسمي، دون الحاجة لإذن مسبق من أي جهة، مع اعتماد شهاداتهم العلمية التي تحصلوا عليها وما يترتب عليها من آثار أيا كانت. فشهادات من في الداخل لا تحتاج أصلا إلى اعتماد ومعادلات، المعادلات تكون الشهادات اللي خارج البلاد. فهذولا يفترض لا يعني يشترط فيهم التفرغ ولا يشترط فيهم المعادلة. المعادلة هذه مؤسسات حكومية، يفترض لا يطلب المعادلة، وكذلك التفرغ يطلب من في خارج البلاد. هذا المقترح ينتظر شريحة كبيرة من المواطنين ومن الشباب اللي دائما يتصلون، نبي تفرغ دراسي، نبي إذن للدراسة، نبي استثناء من الوزير. نحن إذا كنا يعني في هذه الحكومة وهذا المجلس ندفع بعملية الإصلاح وبتشجيع الشباب والطاقات والكفاءات، علينا أن نفتح الأبواب أمامهم، لا تكون أبوابنا مغلقة. حتى في التعليم، التعليم يفترض أن يكون متاح للجميع ولا يغلق عليه. صحيح أن التفرغ الدراسي ممكن ينفع في الخارج، أنه لا يصير وظف ولا ويجمع بين الدراسة الخارجية خارج البلاد، هذا ممكن، لكن في بلده ويحرم من الدراسة لأنه موظف، هذه العملية غير دستورية ويجب النظر فيها، وخاصة أن صدرت أحكام تمييز في أن عدم الجمع هذا غير دستوري. قرار منع الجمع هذا غير دستوري، وهذا صدرت فيه أحكام تمييز. لذلك أرجو أن أولا يوافق على هذا الاقتراح، وكذلك أرجو أن يوافق على هذا المقترح من الحكومة حتى قبل أن يصل إلى اللجنة التعليمية وإلى التصويت لمجلس الأمة، لأنه مقترح أشوف أنه مقترح مستحق وينتظره الكثير من الدارسين ومن يريدون إكمال دراستهم.